بسم الله الرحمن الرحيم. من امبارح الناس متلخبطة، والناس عندها حق في كل الناس. كلام السيد سامح شكر وزير الخارجية، بعض الناس خدوه في اتجاه انه تنازلنا عن السد، تنازلنا عن المية، خلاص ان احنا هنضيع، خلاص ان احنا عطشانين، خلاص الارض بتاعتنا هتبور، خلاص خلاص كل الحاجات اللي وراء كلام وزير الخارجية. كلم وزير الخارجية بشكل واضح امبارح، وقد تكون هناك قراءة لهذه الرسائل ولكلام وزير الخارجية اللي قاله امبارح مع صديق العزيز نشأة الديهي في باريس. ولكن قبل ما اروح لكلام وزير الخارجية، ارجع لكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع رئيس السنغال. النهاردة مش امبارح، فقرة الاخيرة في بيان الرئاسة المصرية الصادر على لسان السفير بسام راضي، اخر فقرة عنوان واضح نشر واتقال على السد. الرئيس تناول مع رئيس السنغال عديد من الموضوعات، منهم قضية السد الاثيوبي. وبالمناسبة كل لقاءات الرئيس مع الرئيس الفرنسي، مع البرتغال، مع السنغال وغيرهم، كل اللقاءات تمت كلها تتحدث عن جزء منها اساسي سد الخراب، السد الاثيوبي. الرئيس اتكلم بشكل واضح، ايضا تاكيد لكلام الرئيس المستمر انه عايزين نصل لاتفاق، وانه عدم الوصول لاتفاق قد يؤدي لعدم استقرار. خلي بالك الرساله، انا عايزك تقرا هذا التصريح اللي هو النهارده اللي جاي بعد كلامه وزير الخارجيه امبارح. وزير الخارجيه امبارح خدته في سكه، لكن بقول لك كلام الرئيس النهارده بيقول لك حقيقه الموقف المصري. يجب حل ازمه السد للتفادي، انا لا اطلق عليه سد النهضه على الاطلاق، ولن اطلق عليه اسم النهضه، اطلق عليه دائما سد الخراب، لتفادي تاثيرها السلبي على امن واستقرار المنطقه بالكامل. ده موقف الرئيس، وده موقف الرئيس يعني موقف الدوله المصريه. هنا هذا هو موقف الدوله المصريه، انه حل ازمه سد الخراب عشان ما يحصلش اي تاثير سلبي على امن واستقرار المنطقه بالكامل. الكلام ده على لسان الرئيس النهارده امام الرئيس السنغالي، السنغال عضو في المجموعه ربما يكون هناك الاتحاد الافريقي طبعا، و ربما يكون في اجتماع قادم قريبا، هقول لحضراتكم بعد شويه مجموعه من المعلومات في هذا الامر. فمع رئيس السنغال الرئيس قال هذا الكلام، والجمله دي والفقره دي والسطرين دول والكلام اللي قدامكم ده الرئيس اكد عليه مليون مره من قناه السويس وانت جاي، وقبل قناه السويس امام الامم المتحده قاله، ومجلس الامن قاله، والاتحاد الافريقي قاله، في الاجتماعات كلها قالها مع كل الناس اللي بيلتقيهم الرئيس رقم واحد، ومع الاوروبيين ومع الاسيويين ومع الامريكان ومع الروس، مع الكل، انه لو ما حصلش هيكون في عدم استقرار في المنطقه بالكامل. يبقى هنا مصر بتقول ايه؟ رساله واضحه انه السد لا ده والميه دي بالنسبه لنا امن قومي. لو الامن القومي ده تاثر انه هيؤدي الى عدم استقرار في المنطقه بالكامل. وزير الخارجيه الكلام اللي اثار جدل كبير جدا، هقول لحضراتكم العناوين بتاعته الرئيسيه. هات لنا عناوين وزير الخارجيه لو سمحت. بالظبط عناوين وزير الخارجيه. وزير الخارجيه الملء الثاني للسد لن يؤثر على المصالح المائيه المصريه، ده على بوابه اخبار اليوم. بوابة الشروق، السد سامح شكري لدينا ثقة أن الملء الثاني لن يؤثر على المصالح المائية المصرية. مصر اليوم، شكري الملء الثاني للسد طبعا لن يؤثر على مصالحنا ولدينا رصيد آمن في خزان السد العالي. السد الإثيوبي أو السد الخراب، فرنسا 24، وزير خارجية مصر يستبعد أن يشكل الملء الثاني تهديدا لمصالح بلاده المائية. ده المواقع أو جزء من المواقع أو بعض المواقع اللي نشرت كلام وزير الخارجية امبارح. طيب إيه الحكاية؟ خليني أقول لحضراتكم الحكاية. خليني أقول لحضراتكم إيه الحكاية عشان نقدر نتكلم بتفاصيل ونتكلم مع بعض في هذا الأمر، ونسأل أسئلة المواطن المئة مليون بعد كلام وزير الخارجيه امبارح. هل مصر تنازلت عن حقوقها المائيه؟ ده سؤال. طيب السؤال الثاني،
هل ده معناه ان مصر ستقبل بسياسة الامر الواقع؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل ده معناه ان احنا هنصحى في يوم من الايام ما نلاقيش ميه في النيل؟ ده سؤال ثالث. هل معنى كلام وزير الخارجية انه اثيوبيا انتصرت علينا؟ ده سؤال رابع. هل معنى كلام وزير الخارجية انه كلام الخاص بالخط الاحمر كان مجرد كلام لإلهاء الشعب؟ ده سؤال من الأسئلة المثارة بقوة. أسئلة كثيرة جدا أثيرت. طب كل الأسئلة دي حقيقتها إيه؟ هل كلام وزير الخارجية معناه تنازلنا؟ مصر لم. أنا هرد عليك بقى، هرد عليك. مصر لم ولن تتنازل عن نقطة مية واحدة، ده رقم واحد. رقم اتنين، هل إثيوبيا، هل مصر تقبل بفرض الأمر الواقع؟ الإجابة لن تقبل مصر أبدا بفرض الأمر الواقع. رقم ثلاثة، هل معناها الخط الأحمر اللي ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قناة السويس مش موجود؟ لا، الخط الأحمر موجود. طب إيه هو الخط الأحمر؟ عشان بس الناس ما ترغيش كتير قوي في الموضوع. في مسألة المية والكلام اللي اتقال، بس هو محتاج ناس فنيين وناس عندهم، لكن طبعا بقدر متابعتنا لهذا الموضوع بقينا النهاردة، وقبل ما ادخل الهوا لازم اتكلم مع مسؤولين مش مع اي حد. لما اطلع اتكلم في هذا الامر ما بقاش بطلع اقول كلام وبس للناس، لا، لازم اقولك المعلومات الصح واللي تبقى عارفها بمنتهى القوة موقف بلدك ايه هو، اللي بالمناسبة اللي هو طول الوقت بنتكلم فيه وبيتكلم فيه الرئيس وكل المسؤولين بيتكلموا في هذا الامر. بس لازم اوضح الحقائق. ايه هو عندك امر مهم؟ عندنا ايراد النهر. احنا مصر حصتنا كام؟ 55 مليار ونصف متر مكعب مية. دي بناء عليه اتفاقية وقعتها مصر والسودان سنة 59، ادت مصر حق 55.5 مليار والسودان 18.5 مليار. رقم واحد. رقم اتنين، طيب الكمية دي هل بتكفي احتياجات الشعب المصري؟ لا. بتكفينا؟ ابدا، تكفيناش. طب انا بستخدم قد ايه؟ استهلاك المية قد ايه؟ طب احتياجاتنا قد ايه؟ 84 او 85 مليار متر مكعب مية. يعني 55.5 مليار دول بيكفوني؟ لا حضرتك. طب العجز ده ما بين 55.5 ل 85 مليار احنا عملناه ازاي؟ وفرناه ازاي؟ وفرنا احتياجاتنا ازاي؟ وان انا مش حاسس بمشكلة مية ولا هحس بمشكلة مية نتيجة لإيه؟ الاجراءات اللي اخدتها الدولة المصرية. انفاق اكتر من 200 مليار جنيه من 2014 وانت جاي شغال في مشروعات عشان لمرحلة حضرتك ما تبقاش حاسس لو في مشكلة. تاني بقول لو في مشكلة، وتاني بطمنك لن تكون هناك مشكلة. طيب عملنا وحضراتكم عارفين من اول اسوان لحد مطروح لحد سيناء لحد كل محافظات مصر، 27 محافظة على فكرة، فيهم مشروعات مية اتعملت، تحلية ومحطات وكذا وكذا، للنتيجة ان انا اواجه اي عجز مائي قادم. يبقى احنا استعدينا مش 21، نستعد من 2014 بنشتغل، وبالمناسبة ما وقفناش ما خلصناش، بنشتغل وبنكمل، لان احنا 100 مليون وهنبقى 140 و150 و200 مليون، الباقي رايحين لي ده. طب هسيبهم امام ده؟ لا، انت بتعمل لهم من النهاردة المشروعات اللي تكفي احتياجات الناس، احتياجاتها واكلها وشربها وزراعتها واراضيها وكل اللي حضرتك بتتكلم عليه انا بعمله، مش انا، الدولة يعني اقصد. بس انا بكلمك عشان تبقى عارف الحكاية ابعتها ايه ورايحين، تاني هقولك رايحين لفين، هوصلك للهدف اللي حضرتك عايزه هوصله لك. بس ما تمسكليش الساعة وتمسك لبلدك الساعة كل يوم، الساعة دلوقتي 8:10، يوم مش عارف كام، في شهر كام، في سنة كام، ده باقي على مش عارف الملء التاني مش عارف 3 أسابيع ولا 4 ولا 4.5 ولا 28 يوم ولا 40 يوم ولا 50 يوم، وانت مستني
في اليوم الاخير اثيوبيا ملأت وخلصت ومنتظر مصر تعمل. هوصلك والله انا عارف دماغك بتفكر في ايه، هوصلك الحكايه دي بس بالراحه، بس بقول لك اهدى وبقول لحضراتكم الهدوء وما تمسكش البلدك الساعه. عندك دوله ولازم تبقى عندك هذه الثقه. هو اول ما حصل العدوان على غزه الناس كانت بتقول ايه؟ طب النهارده ايه؟ وامبارح ايه؟ ومصر عملت ايه وبتعمل ايه لحد اللحظه انا بكلمك دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ والرئيس اشتغل ازاي؟ والمخابرات العامه اشتغلت ازاي؟ والخارجيه المصريه اشتغلت ازاي؟ والصحه اشتغلت ازاي؟ وكل واحد اشتغل ازاي؟ يبقى لازم تبقى عندك البلد دي تبقى عندك هذه الثقه. لانه خدك في اول يوم وقال لك الحق ومصر ويلا وروح وحارب وروح واعمله. مفيش حاجه اسمها كده. فيك حاجه اسمها كده. اوعى تدفع بلدك وتجري ورا وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت مش عارف مين بيحركها. يا سلام، هو هجمه مرتده، وبرجع له كل يوم عشان ده فيه المعلومات. هجمه مرتده، مش كان وراكوا وقال لحضراتكم وسائل التواصل الاجتماعي مين بيدور ومين بيحرك ومين بيشغل عشان يدفعك تدمر بلدك وتدمر جيشك؟ مش عملوا كده ولا لسه هيعملوا؟ طب ومين اللي قالك؟ مين اللي وراها؟ مين الكتائب اللي جال وراها واجهزة المخابرات اللي وراها؟ مش هجمة مرتدة قال لحضرتك كده؟ لازم افكرك كل شوية عشان تبقى عارف اللي عملوه في اول عدوان الارهاب الاسرائيلي على اشقائنا الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني من اول رام الله لحد غزة وفي كل المناطق. قال لك فين كذا وفين كذا؟ ما تجريش ورا الكلام ده. الدولة بتاخد خطوات مدروسة بكل قوة بكل ثقة، ما بتاخدش خطوة متسرعة. وإدارة لملف التعامل مع العدوان الصهيوني الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بمنتهى الحكمة والحنكة والإدارة القوية جدا، سياسيا على فكرة، دبلوماسيا، استخباريا، ولازم أدوس عليها 17 مرة ورا بعض، استخباريا، ودعم كمان فلوس او دعم. امبارح سياده الرئيس مبادره قويه جدا، 500 مليون دولار لاعاده اعمار قطاع غزه. مش رايح حدي فلوس في ايدين الناس، انا رايح اعمر من خلال شركات مصريه. طيب الكلام ده كان في حد وعربيات الاسعاف بتاعتنا والعربيات اللي رايحه والاكل كل شيء. وعلى فكره يوم الجمعه فيه، ودلوقتي انا بكلم حضراتكم، بيعدوا منفذ رفح داخلين على الاراضي الفلسطينيه هناك، واو امبارح واول وبكره شغالين حملات رايحه، ويوم الجمعه حملات رايحه، والسبت شغالين. مش هنبطل، لانه شركاتنا المصريه هتروح تشتغل. شركاتنا ان احنا عندنا الخبره المصريه، هنبقى موجودين في غزه، إعادة إعمار قطاع غزة. طيب الدولة الكبيرة اللي حضرتك النهاردة بالعالم كله، الأمريكان بيشيدوا بدور مصر، والفرنسيين بيشيدوا بدور مصر، والأوروبيين بيشيدوا بدور مصر، والفلسطينيين بيشيدوا بدورنا، وكله بيشيد بمصر بالمناسبة بما فيهم الأتراك. يعني كله بيتكلم على الدور المصري. طيب حضرتك لما يبقى العالم كله في هذا الملف الصعب جدا، أنا أفتكر في عام 2008 ديسمبر 2008 يناير 2009 كان العدوان الإسرائيلي على غزة أيضا زي اللي حصل دلوقتي بالظبط. وفي الوقت ده استلمنا الإعلام المعادي لمصر إنه إثارة وتهييج وتحريك الرأي العام وتحريك الشارع المصري والعربي والدولي وغيره ضد الدولة المصرية في ذلك الوقت، ويلا واعملوا مظاهرات وضد البلد، ويلا اعملوا وخربوا واعملوا، الدولة دي ما بتتحركش كذا. فاكر الكلام ده كويس قوي، فاكر كويس قوي. ودم دفع مش عارف 750 ألف واحد يعدوا الحدود، قصة رهيبة جدا في الوقت ده حصلت. وراءها كان ايه؟ حملات ضد البلد. الحملات دي كانت في أول يومين على مصر. بس الشعب المصري اتعلم الدرس. اتعلم الدرس. وأنا عايز حضرتك دايما يبقى قدامك اللي أنا بقوله لحضرتك يبقى قدامك. لانه في اجيال ربما ما كانتش متابعه في الوقت ده، كانوا صغيرين، النهارده بقى هم بيتقدموا الصفوف في كل في مصر والعالم العربي، وبالتالي يبقوا عارفين حتى حصل ايه قبل كده. حصل اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده عشان احنا حاضرينه وعايشينه وكتبناه ومتابعينه. وكتبت لما رفعوا علم
فلسطين على منشأة مصرية في رفح، واتخذت في اليوم ده منشأة الأهرام، وكان موضوع في غاية الأهمية. ليه؟ هو جاي يرفع على، طب وانت هو أنا اللي عملت معاك مشكلة؟ أنا بكلمك على 2009، مش بكلمك على النهاردة 2021. فتعلمنا كلنا الدرس وحفظنا الموضوع، ومحدش ياخدنا في سكة البلد اللي بتروح ما بترجعش، اللي بتروح ما بترجعش. تاني هرجع تاني لسد الخراب. فلما أنا بكلمك على الإجراءات اللي خدتها الدولة المصرية، يبقى عندك هذه الثقة اللي أنا بكلمك عليها، العدوان اللي حصل من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، أنت اتعاملت معاه إزاي؟ طيب هذا السد أنت بتتعامل معاه إزاي من أول ما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 حتى هذه اللحظة؟ امبارح حمدين صباحي كتب، ولو عندي صورة حمدين مع ميل الزناوي يا ريت تجهزوها لي. كتب امبارح حمدين صباحي كعادته كلام فارغ، اللي هو قال لك ايه ملخصه، لو التويته تجهز والصوره تجهز، ملخصه يعني يلا بينا نروح. قال كده حمدين، انت عارف العنتريات، في عنتريات، في عنتريات. فاكرين العنتريات عملت ايه في بلدكو؟ اذكركو، ادي حمدين صباحي، مش انا اللي كنت هناك، ادي حمدين اللي بيتكلم امبارح على العنتريات ده، اهو قدامك اهو، رفع ايده مع ميل الزناوي ومعاه مصطفى الجندي ومعاه مجموعات وجورج اسحاق وناس تانية، قدام حضراتكم الصورة. ده امتى؟ كانوا رايحين كلجنة شعبية عشان قال ايه نتعامل مع اثيوبيا. كان اثيوبيا خلاص ميل الزناوي وضع حجر الاساس وخلص وبدأ يبني، وراح حمدين قاد هذه المجموعة اللي قدام حضراتكم. فحمدين اللي راح بارك اهو رفع ايده، هو رفع ايده ده كان ميل الزناوي اوقف العمل في المشروع؟ لا، ده ميل الزناوي يعني بعد ما كان هناك اتفاق على 14 مليار متر مكعب فقط، بعد هذه الزيارة، تاني بقول لكم، بعد هذه الزيارة اثيوبيا قررت رفع من 14 الى 74 مليار. ال 74 مليار ما كانتش عند اثيوبيا، ما كانتش في دماغ اثيوبيا، بس ايه وجدوا مباركة من البعض، من البعض انا بمعنى الكلمة اللي بقولها لكم، حد منهم يطلع يكذب الكلام ده؟ حد منهم يقول لي نتيجة هذا اللقاء؟ اي حد يطلع يقول نتيجة هذا اللقاء؟ هل هذا اللقاء ادى لنتيجة ايجابية واحدة اطلاقا؟ اثيوبيا اخذت الدعم من هذه الزيارة. فحمدين اللي كاتب امبارح بلاش شغل عنتريات، وانا بقول له بلاش شغل عنتريات يا حمدين، الدولة دي عارفة كويس قوي مصالحها، وعارفة كويس قوي تحافظ على شعبها زي ما حافظت عليه من 30/6 واحنا جايين. وبالمناسبة في 2011 الدولة حافظت على بلدها وحافظت على شعبها، ولما كانش عندنا جيش ما كانش فيه مصر، ولما كانش عندنا جيش ما كانش فيه دولة. فالجيش اللي انت النهاردة عايز انت وغيرك تخلي بالك، كل كلمة محسوبة، كل كلمة محسوبة، واللي يقول كلام يكون مسؤول عنه. الموضوع النهاردة بقول لكم مش موضوع عنتريات من اي حد، احنا بنتكلم على مصالح 100 مليون، حياة 100 مليون. الرئيس قالها واكدها، وقضية وجودية واكدها، وما ضيعتكوش قبل كده عشان يضيعك دلوقتي، وبيأكد ده بدل المرة 100 مرة. انا شخصيا عندي هذه الثقة، محدش هيضيع مصر في موضوع المية على الإطلاق، ولا حد هيقترب من الخط الأحمر اللي الرئيس اتكلم عليه، اللي هي الإضرار، اللي هي النقطة اللي عايز أوصلها لحضرتك. الملء الثاني قد يحدث، وهيحدث الملء الثاني. بمعنى إيه هيحدث؟ إثيوبيا بتؤكد من بدري على هذا الأمر. إحنا عايزين إيه؟ عايزين نصل لاتفاق قانوني ملزم، ملء وتشغيل يحدد كل هذه الإجراءات. طيب إثيوبيا قررت إنها تملى 13.5 مليار متر مكعب من شهر 7 لحد شهر سبتمبر. هو إثيوبيا بيسقط على الهضبة الإثيوبية قد إيه في السنة؟ العلم وكل الخبراء اللي متابعين هذا الملف
اكتر من 900 مليار، ربما يقترب من 900 او ربما اكتر، 950 مليار متر مكعب على الهضبة الاثيوبية. كام الرقم؟ 950 مليار متر مكعب تسقط على هذه الهضبة في فترة الامطار اللي هي القادمة. هو انا بيجيلي منها قد ايه؟ هو انا بيجيلي الكمية دي؟ ما بتجيليش. بيجيلي 55.5 مليار فقط لا غير، دي حصتك. هل هذه الحصة اثيوبيا وهي بتعمل هذا السد وبتتكلم على توليد الكهرباء في شهر 8، وكل الخبراء بيقول لك لن يستطيعوا توليد الكهرباء في شهر 8، اثيوبيا قالت ان انا بعمل هذا السد عشان الكهرباء؟ طيب اذا جاءت اثيوبيا وقالت او خدت قرار، وبالمناسبة السد ده زي ما هو قدام عينيك كده قدام الدولة المصرية، زي ما قدامك كده تاني، زي ما قدامك الصورة دي، الفيديو ده قدام الدولة بمؤسساتها بكوادرها بكل ما تعنيه الكلمة قدام عينيها كده، مش قدام عينيها لحظة، لا قدام عينيها زي ما قدامك كده. السد ده قدامنا احنا شايفينه ومتابعينه ليل ونهار، مش غايب عننا، يعني مش غايب عننا اثيوبيا بتعمل ايه، ومش غايب عننا تاني. عشان كده بقول لحضرتك قبل ان تعلم، قبل ان تعلم ايها المواطن المحترم باي شيء مصر دولتك عندها، مش هتستنى، مش هتنتظر مصر. تاني بقول لحضرتك المعنى اللازم يوصلك، انه جت اثيوبيا قالت لك بدل ما انا هولد كهرباء انا هحجز الميه عن مصر. ايه هو حجز المياه؟ يبقى هذا السد يتحول من سد لتوليد الكهرباء الى سد لمنع الميه عن مصر والسودان. طبعا ماذا يحدث اذا فعلت اثيوبيا ذلك؟ اسال السؤال تاني، اذا قررت اثيوبيا تحويل هذا السد من سد لتوليد الكهرباء الى سد لحجز المياه عن مصر والسودان، ماذا سيحدث؟ طيب السؤال اللي بعده، اذا تم تخفيض حصتي مصر والسودان من المياه بقدر يؤثر على حياة الشعبين المصري والسوداني، ما الذي سيحدث؟ الإجابة كل الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية، نقطة، لأنه ما فيش كلام بعد هذه الجملة، دي النقطة اللي حضرتك منتظرها، اتقالت قبل كده، سيادة الرئيس قالها بس أنا بذكركم بيها، وزير الخارجية قالها بالمناسبة في حديث معانا وكان معانا وقت المفاوضات في كينشاسا، وكان وصل عاصمة السودانية في ذلك اليوم، كلمت مداخلة وقال هذا الكلام بشكل واضح، وبدل المرة مرتين عشرة. يا جماعة لازم تاخدوا الكلام في السياق، ما يطلعش ناس النهاردة بيشتغلوا وبيشتغلوا وبيحرضوا من بره ومن جوه، بيحرضوا من بره ومن جوه، لا هم عندهم المعلومات ولا هم خايفين عليك. اللي خايف عليك رئيس مصر، ده اللي خايف عليك. مش كل الكلام اللي عندي اللي انا عارفه اقدر اقوله على الهوا، ما اقدرش، بس اللي اقول لك عليه انه رئيس مصر خايف عليك، وكل واحد في مؤسسات الدولة خايفين عليك، اللي في الخارجية خايفين عليك، واللي في الجيش خايفين عليك، واللي في الشرطة خايفين عليك، واللي في المخابرات خايفين عليك، جدا خايفين عليك والله. طب اقول لك خايفين عليك اكتر من مين؟ اكتر من نفسك. هذا الرجل لن يسمح ابدا انه هيجي يوم لاي واحد في المئة مليون، مش المئة مليون النهاردة كمان، للمئة وعشر والمئة وعشرين اللي جايين، انه يجي في يوم يقول هو النيل راح فين، هو النيل راح فين، النيل موجود وهيفضل موجود ومحدش هيمنع النيل عنك. انا بقول لك اعرفها وافهمها وحطها هنا اهو بشكل واضح،
بدون لف ولا دوران وبدون أي كلام كتير. اللي أنا عارفه ومتأكد منه واللي شايفه بعناية واللي سمعه بوداني ومتأكد زي ما حضرتك شايفني كده هو، لن يتم السماح في أي وقت بأنه 55 مليار أو حصة مصر أو أي ضرر جسيم أو ضرر علينا يحدث. المبعوث الأمريكي عارف كده، والرؤوس عارفين كده، والأمم المتحدة عارفة كده، ورؤساء الأفارقة كلهم عارفين كده، بما فيهم رئيس سنغالي النهاردة عارفين كده. تاني بقول عارفين ده، محدش هيقدر يقرب من ميتك. إثيوبيا هتعمل ملء التاني، الملء التاني هيعمل ملء التاني. ما تأثير الملء التاني عليا؟ ايه تأثير الملء التاني على مصر؟ اخطر من تأثير الملء التاني اللي الدولة شايفاه وبص عليه اذا فكرت إثيوبيا في ثلاث سدود اخرى. سدود اخرى هي دي، هو ده خطر. طب الملء التاني يؤثر عليا بشكل واضح؟ طيب إثيوبيا السنة اللي فاتت إيراد النهر جل لمصر فوق المتوسط، إيراد فوق المتوسط، والسنة دي نتوقع أن يكون فوق المتوسط. عشان كده النهاردة دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري النهاردة عامل اجتماع اللي هو عشان إيه؟ عشان متابعة سقوط الأمطار والفيضان القادم ومتابعة أي نقطة مية في مصر، ونبقى مستعدين وغرفة عمليات شغالة وإجراءات واخدها الدولة المصرية ليل ونهار للتعامل مع أي طارئ. أطمنك أكتر زي ما أنا بقول لك كده، يعني الدولة شغالة وسهرانة؟ الدولة والله ما بتنام، كل الدولة لا تنام عشان المية، عشان حياتك، عشان أمنك الماء القومي، عشان محدش يلعب في مسار نهر النيل ولا مية مصر، عشان محدش يلعب. إثيوبيا عندها مشاكل داخلية ضخمة. يكون معنا ست وزير دكتور محمد نصر الدين علام دلوقتي وزير الموارد المائية والري الأسبق، يقدر كمان يوضح لنا أمور كثيرة. ولكن بقول لك إثيوبيا عندها مشاكل داخلية رهيبة. ده أبي أحمد الأسبوع اللي فات أجل الانتخابات، مش عارف يعمل انتخابات، مش عارف يعملها نتيجة الانقسامات الرهيبة جوه إثيوبيا. هو عايز يوصل لأمر آخر، عاملين اجتماع امبارح مع رؤساء الأحزاب السياسية عشان يقولوا لهم السد ونتعاون ونصل للسد ونخلص السد ونعمل ملء التاني وغيره وغيره. سيادة الوزير دكتور نصر علام مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا. بشكل واضح الملء التاني مدى تأثيره على الشعب المصري اذا حدث؟ الحقيقه هو في لبس في الموضوع ده. اتفضل. انا احاول لو حضرتك تسمح لي. اتفضل. انا اوضح ايه هو السد العالي وايه الهدف منه والهدف من الميه بتاعته. وده هيبين اذا كان هناك في خطوره او مفيش خطوره من الملء الثاني لسد النهر. اتفضل. السد العالي ده اسمه سد قرني. اه. قرني يعني ايه؟ قرن جاي من قرن 100 سنه. السد العالي ده تم تصميمه اصلا هيدرولوجيا واحد انجليزي اسمه هيرست. كان انجليزي مصري عالم كبير جدا. وفي نظريات هيدرولوجيه مكتوبه باسمه. فعلى اساس ايه؟ على اساس انه يتم تحديد سعه السد بحيث انها تكفي مصر 100 سنة بدون حدوث مفاجآت في عدم الاكتفاء بالحصة المائية في سنوات الجفاف. 100 سنة، عشان كده سموه سد قرني. معناها ايه؟ معناها ان المية اللي بتتخزن في السد مستهدفة للاستخدام على مدى 100 عام. بمعنى اللي انا لو استخدمت المية بتاعتي غلط النهاردة، نعم، او خدت منها كمية مية النهاردة زيادة عن المسموح في الحصة المائية زي تخزين جزء من سد النهضة على حساب مخزون السد العالي، هيأثر على مصر امتى؟ ممكن الجفاف يحصل بعد 3 سنين سلسلة الجفاف زي اللي حصلت في الثمانينات من القرن الماضي، تؤدي الى مشاكل خطيرة جدا في مصر من ناحية تأثير نقص المية في مصر. فالنهاردة الناس بتقيس للأسف الشديد ان موجود عندنا مية قد ايه، وهل تكفي المخزون او جزء مرحلي بتخزين سد النهضة، ولا تنظر للهدف الأساسي من وجود هذه المية إنها تكفي مصر 100 عام بدون حدوث مشاكل جفاف تؤثر على حياة الشعب المصري. طيب هل
ملء سد النهضة جزئيا اعتمادا على جزء من مخزون السد العالي غلط غلط جدا في حالة واحدة. ايوه احنا ما بنعملش اتفاقية مع اثيوبيا على قواعد الملء والتشغيل باساس ايه؟ لان الجزء ده هيروح لمخزون سد النهضة. نعم. على حساب ايه؟ على حساب امان مصر بسنوات الجفاف. نعم. فلازم ناخد منهم تعهد مكتوب في هذه الاتفاقية ان سنوات الجفاف نستخدم سد النهضة لسد العجز اللي هم خدوه في السنوات العادية عشان ما يحصلش فيه جفاف في مصر. بمعنى ايه سيادة الوزير؟ يعني لو حصل اقدر اخد منه كمية تعويضية اخرى؟ هو ده كان الاتفاق اساسا في مباحثات واشنطن. ان احنا ما عندناش مانع نتعاون معاكم. ايوه. في بدل ما السد يتملي في 20 او 30 عام اللي هو سد الاثيوبي. تقدروا تملوه 7 سنين او 8 سنين حسب الفيضانات اللي تيجي. بشرط. ان احنا نعمل اتفاق ازاي نقدر نستخدم السدين في التغلب على فترات الجفاف. نعم. عندنا وعندكم. مخزون البحيره بتاعت سد النهضه لما تكون مليانه تقدر تساعد مصر في سنوات الجفاف. ومخزون السد العالي لما يكون السد النهضه فاضي تقدر تساعد سد النهضه في ملء وتوليد الكهرباء لصالح الشعب الاثيوبي. وللاسف هناك اعتراضات اثيوبيه حتى تاريخه. وده الحقيقه اللي بيخلينا كلنا نقول انه يجب عدم ملء سد النهضه باي كميه سواء ملء اول او ملء ثاني او ملء ثالث. ايوه. الا بعد الوصول لاتفاق متكامل مع اثيوبيا يضمن حقوق الشعب الاثيوبي في التنميه. ايوه. ويضمن حقوق الشعب المصري في حمايته في سنوات الجفاف. نعم. فده الحقيقه الصوره العامه المفروض اللي هي تكون عند مصر. ولكن كميه الميه موجوده، كميه الميه ممكن ياخدها من السد العالي. لكن هذه الكميه لو صاحبها بعديها بعد كده جالنا سلسله من سنوات الجفاف لمده 7 8 سنين ممكن مصر تعطش. بدون اتفاق رسمي مع اثيوبيا كافيه التعامل مع سنوات الجفاف. نعم. الاكثر من كده كمان يا فندم حاجه مهمه جدا جدا دي برضو اللي كانت داخله في اتفاقيه واشنطن وعليها خلاف. لما سد العالي يقترب على ان هو يبقى فاضي ميه اللي هو عند مستوى كام سياده الوزير؟ 100 كام؟ اللي هو تقريبا مستوى التربينات يولد كهرباء يعني. وسد النهضه ايضا يفضى انت الكلام ده لما تيجي سلسله الجفاف كبيره 8 سنين. فالمفروض احنا حسب القران الكريم حتى في سوره سيدنا يوسف ان احنا في السنه الثامنه او السابعه يبتدي يجي فيضان يجدد المخزون ويحيي الناس. نعم. لا في وجود سد النهضه هيملى سد النهضه الاول لما يجي فيضان عالي وبعد كده يتملي السد العالي. فلازم يكون في اتفاق هنملى السد العالي وسد النهضه ازاي مع بعض بحيث ان الشعب الاثيوبي والشعب المصري يقدروا يتمتعوا بالوهبه الالهيه للشعبين بحيث ولا الشعب ده يعطش ولا الشعب ده يجوع. فيجب ان يكون في اتفاقيه متكامله لسنوات الجفاف وما بعد الملء الثاني. نعم. بحيث انها تضمن الامان للشعب المصري. أيوة. وتضمن التنميه للشعب الاثيوبي ودي اقل حقوق للشعبين الحقيقه. وهو ده المطلوب من الشعب الاثيوبي ومن الاداره الاثيوبيه انها تتفهمه لانها قصه حياه وقصه وجود وده اللي قاله الرئيس بوضوح تام وانا اؤيدك تماما وبشده الحقيقه. نعم. ان الامر ده غير قابل للهزال. نعم. الامر ده قضيه وجوديه. الامر ده الدوله ما بتنامش وانا اعرف المسؤولين الحقيقه ما بيناموش والله ولا ليل ولا نهار متابعين هذه القضيه. ليس هناك اي تهاون وان شاء الله مصر تحافظ على مياهها واثيوبيا ان شاء الله برضو تحقق التنميه المطلوبه بدون حدوث مشاكل ما بين الدولتين. سياده وزير والناس محقه انه الناس تبقى الان احنا بنتكلم على ميه نتكلم على حياه فيمكن لما السيد وزير الخارجيه اتكلم امبارح وقال الملء الثاني واحنا عندنا مخزون في السد العالي ومش هيؤثر علينا ولكن زي ما حضرتك بتتكلم كده الهدف النهارده عايزين نصل لاتفاق وسياده الرئيس النهارده كان بيتكلم مع رئيس السنغال وامبارح مع الرئيس الفرنسي وكل المسؤولين طول الوقت في هذا الامر. هو الحقيقه تصريحات الرئيس واضحه تماما ومش للمسؤولين المصريين لجميع مسؤولي العالم والكلام ده الحقيقه مسجل في البيان الامريكي اللي طلع عن ازمة سد النهضة والقرن الافريقي. فقالوا ان الحاجات اللي ممكن تحصل في المستقبل خطيرة جدا هتؤثر على استقرار هذه المنطقة. الكلام واضح تماما وكلام الرئيس واضح تماما وغير قابل اللي احنا نخش في تفاصيل زيادة اكتر من كده. طبعا. ولكن الحقيقة اللي انا عايز اقوله برضو
ان السد العالي الحمد لله ربنا وهبنا المياه الكافيه اللي تقدر تسد احتياجاتنا في سنوات الجفاف. نعم. وعايز احذر الحقيقه، سنوات الجفاف ممكن العجز فيها يبقى 10 و15 مليار متر مكعب في السنه. يعني لو 7-8 سنين يضيع السد العالي خالص. فاي اساءه للاستخدام، مش هقول اهدار بقى، اساءه للاستخدام الميه لمده عدد من السنوات يؤثر على امان مصر المائي. فعلينا ان احنا زي ما بنعمل النهارده، والوزير الحالي الحقيقه مجتهد في هذا الامر، الاجتهاد بشده في رفع كفاءه الاستخدامات المائيه، تعظيم الاستخدامات والمحافظه على كل نقطه ميه من حظ مصر ونصيبها القانوني في نهر النيل، وان شاء الله ربنا يوفق مصر والمصريين. سيادة الوزير، الخطر اقدر اقول امتى هنا اللمبه الحمراء نورت؟ امتى؟ انا الحقيقه في رايي انا الشخصي الحقيقه الوضوح مطلوب. اللي انا بتكلم عليه ده قانون دولي متبع. احنا النهارده في سدين كبار، سد النهضه وسد العالي. وفي فرق في السدين، السد العالي ده سد قرني، سد النهضه مش سد قرني. سد النهضه ده هيأثر على الامان المائي للسد العالي. ليه؟ لان السد العالي مصمم على اساس ان ما قبلوش سدود كبرى. نعم. ده اول سد ضخم يبنى بعد بناء السد العالي. طيب ده هيأثر على امان السد العالي، يعني هيأثر على رسالته. يعني بدل ما يبقى قرني ممكن يبقى كل 50 سنه مثلا ويحصل فيه مشاكل. النهارده يا صبي عايز تعملي تنميه، اهلا وسهلا. النهارده عايزه تعملي كهرباء، وعايزه تبيعي، عايزه تعملي مصانع تنهضي، اهلا وسهلا. ولكن بالتعاون ما بيننا وبين بعض. والتعاون مش هيسبب خساره لاي مننا، ولكن تفاهم. حسب ايه؟ حسب الخبرات الدوليه المتعاظمه في هذا الشان. نقعد مع بعض، نكتب مع بعض قواعد التشغيل والملء واعاله الملء، نضمن مع بعض حياه شعبينا، وبعد كده الف الف مبروك على اثيوبيا التنميه اللي هي عايزاها. عايزه سدود ثانيه في المستقبل، ده موضوع مختلف لان ده حسب القانون الدولي. نعم. احنا بنتكلم على السد القائم الضخم جدا اللي هو ال 74 مليار اللي مصر قررت انها تتحمل بعض مشاكله مسانده لشعب اثيوبيا وحقها في التنميه كما ينص القانون الدولي. طيب سياده الوزير، اثيوبيا النهارده خلاص بتتكلم على الملء الثاني، ماذا لو حدث الملء الثاني وبعدين اثيوبيا تنصلت انها توقع اتفاق، ايه العمل؟ دي خطيرة جدا. ممكن مصر تتعرض لسنوات جفاف. وممكن نشوف سنوات وحشة جدا في مصر. وده قد يؤدي ايضا الى نشوب صراعات في المنطقة لا تحمد عقباها. يعني اولا مصر قيادة وشعب لن يسمحوا بذلك. تحت اي ظرف من الظروف. نعم. وانا ده شبه متأكد من قلبي بقوله يعني. وعلى مدى التاريخ على فكرة. العملية مش عملية النهاردة ولا امبارح ولا امبارح. على مدى التاريخ لم تسمح مصر بذلك. فاذا النهارده ما كناش هنتفق زي ما بيقولوا كده على ميه بيضاء بوضوح شديد، تحقيق الصالح الاثيوبي، تحقيق الامان السوداني، تحقيق الامن المائي المصري، النهارده كل نقطه ميه هتحجزيها عشان تعملي ملء بدون موافقه مصر والسودان، انا بعتبر ان ده عمل عدواني، لان القياده الاثيوبيه للاسف لغايه دلوقتي لم تصدق مع مصر. احنا بدينا ان ما فيش نقص كوباية واحدة من المياه من حصة مصر، والنهارده ابتدينا نتكلم كلام كتير يعني. فإذا الحقيقة نقعد مع بعض نتفق، وبعد كده هوت أنت تعمل اللي أنت عايزاه في حدود هذا الاتفاق، يبقى ألف مبروك عليك وعلينا. لكن غير كده الحقيقة أنا شايف أي خطوة غير كده فيها خطورة على مصر وخطورة على المنطقة بالكامل وأمانها واستقرارها. ماذا لو إثيوبيا قررت تحويل هذا السد من توليد كهرباء إلى حجز المية عن مصر وعن السودان، ماذا؟ لان انا بطرح كل السيناريوهات اللي هي ممكن تحدث. الامر دوت وارد في حدود ضيقه. انما الاخطر من كده الحقيقه، يعني انا مش عايز اتكلم على فنيات معينه، ومش عايز اتكلم برضه عن اسرار مصريه داخله في حساباتها. الامر لو دخلت في سلسله من السدود، يبقى الهدف الاساسي قد يكون واحد من اثنين. واحد تنموي توليد كهرباء لو السدود صغيره. والحاجة الثانية اللي هي التحكم في المياه لأسباب كتيرة أخرى قد تقوم منها بيع المياه، كما صرح مساعد وزير الخارجية الأثيوبي قبل كده وقال، لكن دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. ده معناها الحقيقة يعني تعدي صريح على الدولة المصرية، والدولة المصرية قادرة على الحفاظ على حقوقها وعلى مصالحها وعلى شعبها ومواطنيها يعني.
سيادة الوزير بنعمل مشروعات من 2014 لحد النهاردة، هل المشروعات دي كمان يعني استمرار في هذه المشروعات ده بيغطي جزء من الاحتياجات بتاعتنا جزء كبير؟ ده على فكرة ده سؤال مهم جدا عشان نوضح للشعب المصري الرئيس بيعمل ايه حاليا. الحقيقة ده توجه جديد وتوجه مكلف للغاية، انا بتكلم عن مئات المليارات مئات المليارات، يعني احنا بنتكلم عن مبالغ هائلة. وزارة الري دلوقتي مش ملاحقة على المشاريع والتنفيذ عليها. النهاردة الهدف من هذه المشروعات عدة اهداف، اول حاجة توفير مورد مائي جديد من الموارد المتاحة. نعم. ازاي؟ معالجة صرف صحي، معالجة صرف زراعي، معالجة صرف صناعي، وإعادة استخدامها في المحاصيل المناسبة وفي الأماكن المناسبة التي لا تؤدي إلى تلوث بيئي. ده أول حاجة، دي متكلفة عشرات المليارات. تاني حاجة عبارة عن تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر ليه؟ الرئيس عامل خطة مستقبلية لتغطية السواحل المصرية. معناها ان جميع المدن الرئيسية على السواحل المصرية، وخلي بال حضرتك انا بتكلم المدن المصرية زي الاسكندرية مثلا، في المستقبل هيبقى مصدر المياه الرئيسي عبارة عن التحلية. مبالغ هائلة مئات المليارات. ثالث حاجة الحقيقة تبطيل الترع عشان مفيش نقطة مية تفقد بالتسرب. كل الكلام ده الحقيقة مصر تعمله ليه؟ نتيجة نقص الحصة المائية. احنا عندنا عجز يصل الى 80% من الحصة المائية. يعني ايه 80% من الحصة المائية؟ يعني عندنا بنعيد استخدام مياه الصرف مرة واثنين وثلاثة واربعة زي اهالينا زمان في الريف لما كنا نقعد نجيب المية نملاها في الاروانة او الطشت ونقعد نغسل عليه ثلاث اربع غسلات بنفس المية توفيرا لكميه المياه اللي كنا بنستخدمها. نعم. ده الكلام ده الحقيقه انا حضرته مع اهلي يعني. نعم. فالامر ده بيتم في مصر دلوقتي. عشان ايه؟ عشان ما نعتديش على نقطه مياه لصالح دوله اخرى. عشان نكتفي بمواردنا الذاتيه. واحنا ننتظر من الاخرين ايضا احترام مواردنا المائيه، احترام حصتنا المائيه، احترام حق شعبنا في الحياه. وهو ده الحقيقه اللي مطلوب، وهو ده الامر اللي انا اتوسم ان شاء الله ان يتم بسلام ان شاء الله. اثيوبيا امبارح عاملين اجتماع ملخصه وسياده الوزير، وعايز حضرتك ترد على هذا الاجتماع اللي اتعمل مع رؤساء الاحزاب السياسيه الاثيوبيه. حضرتك عارف طبعا مشاكل الداخليه الرهيبه اللي عندهم، واتكلموا على ان مصر والسودان هم طبعا بيتكلموا بهذه اللغه اللي انا بقولها لحضرتك، ان مصر والسودان عايزين يسيطروا على مياه نهر النيل. هو الكلام ده على فكره للاسف الشديد تبنته الدوله الاثيوبيه لعشرات السنين. يعني انا سمعت الحقيقه بطرق مختلفه كتيره، وعرضت عليهم حتى ازاي ياخدوا ميه من نهر النيل بالتعاون وعدم النظر لرزق مصر من مياه نهر النيل اللي بقاله 7000 سنه. نعم. شعب مصر عايش على نهر النيل من اكثر من 7000 سنه. نعم. شعب مصر انشأ اقدم حضاره في العالم على نهر النيل. نعم. شعب مصر فيه منشآت ري وتوجيه الميه قبل اثيوبيا ما تفكر حتى في الزراعه وفي التنميه في دولتها يعني. فالامر بكتير ايه؟ احنا عندنا نهر النيل مليان فواقد. عندنا في جنوب السودان حوالي اكثر من 25 مليار بيفقدوا في بلك ومستنقعات. عندنا في اثيوبيا نفسها اكثر من 10 مليار متر مكعب على نهر الصباط. طب ما تيجي نتعاون كلنا يا جماعه ونزود حصتنا كلها. وكل واحد ياخد الميه اللي هو محتاجها. كويس. جنوب السودان تنمو، اثيوبيا تنمو، مصر والسودان ياخدوا ميه زياده عشان الزياده السكانيه، وكل يبقى مبسوط ومش هتكلف كتير. والدول العالم كلها مستعده انها تساهم بهذا الامر. لا الامر لا هو مش كده، اهم حاجه ميه مصر او ميه كينيا او ميه الصومال، مش الميه اللي هي بتروح في البحر في التسرب. نعم. يعني فهي النقطة كلها الحقيقة عايزة عبارة عن استعداد سياسي لإعادة النظر في كيفية التعاون ما بين الدول الثلاثة لتعظيم الاستفادة بنهر النيل العظيم لصالح شعوبنا كلها. سيادة الوزير المية قد إيه على الهضبة الأثيوبية في الموسم القادم؟ يعني كل سنة تقريبا بنتكلم في حدود قد إيه متوسط؟ قد إيه المية بتسكب؟
يعني انا الحقيقه بقول 1000 مليار على طول، انما بقى الناس الهيدروجين بيقول لك 960 مليار 950 مليار. عايزين رقم محفوظ للناس، رقم الناس تعرف. 1000 مليار يعني 20 مره حصه مصر. بينزلوا ميه مطر مطر. اقول لحضرتك اللي عندهم البقر 100 مليون بقره هناك بياخدوا اكتر من كميه الميه اللي استخدمها مصر. رؤوس الماشيه اللي عندهم، رؤوس الماشيه. العمليه عايزه بس التعاون. احنا ما بنقولش لاثيوبيا ما تعمليش كده، ما تزرعيش كذا، ما تعمليش بن، ما تعمل. لا، اثيوبيا حره انها تفعل ما تشاء بتشاء لاسعاد شعبها بدون التعدي على حقوق الاخرين. نعم. احنا بنقول انت يا اثيوبيا لو عايزه ميه كمان عندك ميه، ده انت عندك في نهر الصباط في الجنوب في اكتر من 10 مليار متر مكعب ميه ضايعين، وبتزرعوا رز هناك. ورز ايه؟ ده رز مش موجود حتى في الصين ولا في اليابان. رز بيزرع في مستنقعات. طب ما تزرعوا رز عالي وتطلعوا ضعف الانتاج بكميه ميه تقل عن عشر هذه الكميات. نعم. العمليه عايزه تعاون وعايزه حسن نوايا وعايزه استعداد سياسي ان احنا نعيش لبعض مش نعيش على حساب بعض. السد العالي بيولد لنا كهرباء قد ايه؟ السد العالي بيطلع من حوالي من 10 ل 12000 جيجا في السنه. السد النهضه الاثيوبي مخطط ان هو يطلع في حدود 15000 جيجا. السد العالي بيطلع كميه كبيره جدا بالنسبه لحجم محطه الكهرباء، لان كفاءته عاليه جدا. كفاءته حوالي 65% او 66%. كفاءه سد النهضه الحقيقه في حدود 33% او اقل. لكن يعني حوالي ثلثين انتاج شد النهضه. وعلى فكره برضه اللي انا عايز اقوله برضه عشان في حوايتها وسالت سؤال، انا كنت كلمه كنت عايز اقولها، ان مصر ممكن تخسر كميات عاليه جدا من كهرباء السد العالي اثناء ملء هذا شد النهضه واثناء تشغيله. ولم تشتكي مصر. مصر قالت زي بعض، اهم حاجه ان الشقيقه الاثيوبيه تتنعم بالكهرباء، انما احنا هنخسر كميات عاليه جدا من الكهرباء نتيجه خفض منسوب الميه في بحيره مصر. ده النهارده بيعملوا مقارنه ما بين استخدام المواطن المصري للكهرباء والاثيوبي من الكهرباء، واحنا صارفين على الكهرباء كام؟ عندنا ثلاث محطات 6 مليار يورو احنا صارفين، مش من الميه، مش من السد العالي. عشان كده انا بس هحكي على السد العالي، احنا عندنا اكتر من 25000 ميجا، مش عندنا 1000 ولا 2 ولا 10. اتفضل. 30000 ميجا السد العالي دلوقتي يمثل 30%. نعم. لان هم لا، هو النقطه يا فندم، هي النقطه كلها ان في بعض الدول بتستخدم المشاكل ما بين الدول وبعضها في تبرير بعض الاخطاء اللي في الحكم. ان دوله اثيوبيا دوله غنيه بمواردها الطبيعيه. وممكن ان يحصل فيها نهضه جامده تنمويه باستغلال هذه الموارد. عندها موارد كتيره جدا، عندها ثروه مطريه عاليه جدا. انما الكفاءه المائيه بتاعت الثروه المطريه بتاعتها لا تتعدى 10-20%. يعني بتدخل بسيط في الزراعه المطريه سواء في اثيوبيا او في معظم دول حوض النيل. ممكن يتضاعف انتاج الزراعي فيهم من 3 إلى 4 أمثال، والتكلفه متدنيه جدا. في امور كتيره جدا الحاجات ممكن تتحل في هذه الدول لو احنا تعاوننا مع بعض، لو تبادلنا الخبرات مع بعض، لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، انما مش نطمع في صلات بعض. لانه كمان لو في اراده سياسيه زي ما الدوله المصريه بتقول، الرئيس لسه امبارح حتى مع الرئيس الفرنسي او امبارح بيتكلم على هذا، لو في اراده سياسيه هنصل لهذا الامر اللي حضرتك بتتكلم عليه. طبعا يا فندم، طبعا، وارجو ذلك ان شاء الله. دكتور محمد نصر علام، بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير. دكتور عباس شراقي، مساء الخير على حضرتك. خير يا استاذ احمد وعلى الساده المشاهدين جميعا. قراءه للموقف حاليا في السد الخراب او السد الاثيوبي، القراءه الحاليه او الخرائط بتقول لنا ايه الموقف دلوقتي؟ الحقيقه يعني سد النهضه، معلش حتى لو قلنا اسمه، هو لو ده لو في يعني نهضة. معلش ده رايي يعني انا بقول عليه سد خراب. معلش، هو سد اثيوبي مش هقول عليه نهضه، مش نهضه ليا بصراحه. هو الحقيقه هو ليس ايضا بنهضه الاثيوبي. لان يعني هذا المشروع هو مشروع سياسي بالدرجه الاولى ولا يعود بفوائد على الاثيوبيين، بدليل ال 5 مليار اللي خزنوهم العام الماضي لم يعودوا باي فائده على، بل بالعكس ده هم معوق الان في تكمله الممر او تعليق الممر الاوسط، لان في بحيره موجوده والخرسانه دلوقتي عن طريق الرافعات بينزلوها فوق الممر لان ما فيش طريق. فاذا يعني هذا المشروع يعني من ناحيه الفوائد
بالنسبة للإثيوبيين ليس له الفوائد، وهيعرف كده الإثيوبيين بعد ما السد ينتهي ولا يجدوا منه أي فائدة، لكن هذا شأن يخصهم ويبقوا يعرفوا أو ما يعرفوش. أو هو عامله ليه إذا ملوش فوائد زي ما هو بيقول هو بيروج النهاردة إن أنا الكهرباء والناس اللي عندي ما عندهمش كهرباء وهنعمل كذا، هو بيروج لهذا الأمر؟ طب عامله ليه دفع مليارات دي كلها؟ هذه كلها ادعاءات، لأن هو سد النهضة ما فيش زراعة حواليه وبالتالي ما فيش استثمار زراعي. الإثيوبيون يعيشون على المناطق الجبلية أعلى من سد النهضة بحوالي 2000 متر. وبالتالي لن يستفيدوا من مياه الخزان في الشرب، لان هو برضو بيدعي بيقول احنا عايزين نوفر مياه شرب نقيه للاثيوبيين. وهذا غير صحيح، لان السد في نهايه على نهايه الحدود مع السودان. وفي اقل المناطق انخفاضا على الارتفاع حوالي 500 متر. اديس ابابا نفسها على ارتفاع 2500 متر. وبقيه الاماكن الاثيوبيه 80% من الشعب الاثيوبي يعيش على مرتفعات أعلى من 2000 متر. إذن هذه المياه لن تصل إلى الإثيوبيين لا في موسم المطر ولا بعد موسم المطر، ده للشرب. وما فيش زراعة بما أن ما فيش أراضي قابلة للري، ولذلك إثيوبيا طمعت في أراضي السودان لأن ما عندهاش. هي دلوقتي إثيوبيا حزينة للغاية لأن شايفة أن ممكن تخزن مياه ومش عارفة تستغلها لأن ما عندهاش أراضي. فطمعت في الأراضي السودانية وماسكة فيها وعايزة تسيطر على حوالي 1,000,000 فدان في أرض الفشقة على أساس أنها تحاول تعمل حاجة. الفايدة الأخيرة وهي الكهرباء، الحكومة الإثيوبية أعلنت مرارا وتكرارا في السنوات السابقة أن الكهرباء سوف تصدر للدول المجاورة، ومصر منهم لو عايزة تستورد كهرباء من إثيوبيا. وده ليه؟ رغم ان في 70% على الاقل من الشعب الاثيوبي ما عندوش كهرباء، وده الاسباب داخليه يعني فشل حكومات متتاليه داخل اثيوبيا لسنا مسؤولين عنه. طيب كان الاولى ان سد النهضه لما يولد كهرباء انه هيوزعها للداخل على الاقل مثلا يغطي او 10 15 مليون اثيوبي بكهرباء. ده مش هيحصل، لان علشان يوصل الكهرباء للاثيوبيين محتاج شبكه نقل بكهرباء من سد النهضة إلى الداخل الإثيوبي. وإثيوبيا مساحة كبيرة 1,000,000 كيلومتر مربع زي مصر. والإثيوبيون موزعون على الأراضي الإثيوبية. ما هماش زي مصر في الوادي والدلتا. وبالتالي عايزين شبكة نقل كهرباء ضخمة جدا تحتاج مليارات من الدولارات. فكان الأسهل على الحكومة الإثيوبية أن تصدر هذه الكهرباء إلى الدول المجاورة. إذن المواطن الإثيوبي نفسه يبقى ما هو العائد اللي هيجي عليه؟ لا في مياه شرب ولا في زراعة ولا حتى في كهرباء، وهو بيدعي ان يعني هيولد، بيقول لك في شهر 8 الجاي كهرباء. ما ايوه ده توليد يعني المرحله الاولى بتوربينين. يعني شيء بس هو معنوي اكتر منه، لان ده التوربينين هيولدوا حوالي 700 ميجا وات. طبعا ما هماش شيء بالنسبه لاثيوبيا، ولكن هو هيستفيد بيها معنويا وسياسيا من اجل الانتخابات. فاذا المواطن الاثيوبي هيعرف حقيقه سد النهضه ده بالنسبه له انه ده طلع سد وهم. ولكن هيفهم كده امتى؟ لما السد ينتهي ويعرف ان ما فيش اي فوائد عادت عليه. فقلنا ده شيء هم يفهموه بعد كده، لكن السد في الوقت الحالي عمليه الانجاز في الممر الاوسط لتعليته من اجل الاستعداد للمطر القادم في شهر يوليو الحقيقه بطيئه للغايه. بطيئة ازاي؟ هم النهارده بيتكلموا على 80%. لا ما هقول لحضرتك يعني في لو حضرتك شفت الصوره اللي فيها السد النهضه بالكامل. نشوف الصور. الصوره اللي سد النهضه بالكامل هنشوف فيها الجزء اللي تم عمله والجزء المتبقي. علشان هم دلوقتي بيعرضوا بيقولوا ان سد النهضه تم الانجاز 80% صح. منه. هذا غير صحيح. لما نشوف الصوره هنلاقي ما يقرب من 40% من جسم السد لم يتم حتى الآن. 40% من الجسم الخرساني وهو الجزء الأعلى، والجزء العلوي ده الشغل فيه أصعب من الجزء السفلي. لأن احنا شايفين حتى دلوقتي الممر الأوسط بيوصلوا له الخرسانة دكتور عباس معانا الصور الحديثة. هذه الصورة سبعة تشوف اللي باللون الأحمر ده كله ده خرسانات لسه هيتم صبها. الاجناب في الاجنحه الجانبين دول انتهوا ودول وصلوا للارتفاع النهائي للسد، لكن اللي باللون الاحمر ده كله لازم يتصب. خرسانه الطول زي ما حضرتك شايف 1,100 متر. والارتفاع في النص 180 متر. وفي الاجناب ممكن يبقى حوالي 50 متر.
وبعرض حوالي 40 إلى 50 متر. نعم. إذن في كتلة ضخمة لسه لم تصب. نعم. وبعدين المتبقي هو الأصعب. الصورة دي من شهر، يعني الشهر اللي فات. لا ما الصورة حديثة. حديثة. يعني هم شغالين في الجزء الأوسط لسه ما عملوش فيه أمطار. فإذن هذه الصورة حديثة يعني. نعم. هذا اللي باللون الاحمر، هل اللي باللون الاحمر ده 20% من جسم السد اللي امامنا؟ وبعدين المتبقي لو كان 40% هي الاصعب، لانها هي اللي في مناطق يعني السد بيعلى والشغل كل ما يبقى عالي فوق يبقى هياخد وقت اطول. نعم. وبالتالي وايضا الجزء المتبقي هو اللي فيه تكنولوجي وفيه تعقيد فني، لان هو المختص بالتوربينات. عمل الأنفاق وتركيب التوربينات وتغطية هذه الأنفاق بطريقة فنية دقيقة تحتاج وقت. هو ده اللي فيه الشغل، غير الخرسانة، صب الخرسانة يعني الجزء الأوسط ده صب خرسانة مصمتة. ما فيهوش أي فن ولا أي شغل، مجرد شغل ليل نهار. لكن المتبقي على الأجناب وفوق التوربينات هذا شغل فني دقيق، وده يحتاج وقت وتظبيط التوربينات. يعني مش هيخلصوا من دلوقتي لحد شهر 7 الجاي؟ مش هيلحقوا؟ لا، هو دلوقتي ممكن يعمل ايه في الجزء الأوسط؟ هو عايز يعلى بأمطار، والأمطار دي تحجز كمية إضافية من المياه. اللي بقلنا في الصور حتى الآن ان البحيرة لما فتح البوابتين، اشوف الصور الباقية. بالظبط. الصورة لما فتح البوابتين في يوم 14 و17 إبريل الماضي، تم تصفية جزء من البحيرة اللي كانت مخزنة أمام السد واللي هي حوالي 5 مليار. تم تصريف ما يقرب من نص مليار متر مكعب. لما بدأ يعلي دلوقتي أجزاء بسيطة، بدأت البحيرة تستعيد النص مليار تاني. اشرح لنا دكتور عباس الخريطة اللي قدامنا لو سمحت. بالظبط. احنا لو شفنا الصورة اللي على اليمين، هذه الصورة دي اللي في 14 إبريل الماضي قبل فتح البوابات، وبالتالي البحيرة في ساعتها الكبيرة. بعد ما فتح البوابات هنلاقي ان البحيرة وبدأ بيبان من الأطراف. أيوة. نلاقي الأطراف اللون الفاتح زاد شوية، ده معناه ان المية انحصرت. فاللي في المنتصف دي بعد فتح البوابات البحيرة انحصرت قليلا، 4 مايل. بالظبط. اللي هي الآخر صورة 14. يعني 14 ده لسه أول امبارح. بالظبط. يعني فيه يعني صورة هتطلع برضو النهاردة كمان إن شاء الله. لكن الصورة الجديدة بتبين إن البحيرة اللي هي موقع الحديثة تقريبا تشابه البحيرة الأولى اللي هي في من شهر فات. معنى ذلك أن الكمية المياه الموجودة الآن اليوم لا تزيد عن 5 مليار متر مكعب. وبالتالي اللي فيه البعض اللي قالوا ده هم خزنوا مليار يعني أو عدة مليارات، هذا غير صحيح، لأن البحيرة أمامنا هي بنفس الأبعاد، لكن هي زادت قليلا عن الأسبوعين اللي فاتوا. وده له سبب، إن بدأت الأمطار مايو، كل يوم ما يمر الأمطار تزيد قليلا. فأول مايو كانت أقل، دلوقتي الأمطار كم بيسقط عليهم في اليوم في مايو؟ في مايو بيسقط يعني حوالي 50 مليون متر مكعب في اليوم. في اليوم ده في المتوسط. متوسط. لكن في اول مايو ممكن نقول 20-30. في نهايه مايو ممكن يبقى 70-80. يوليو 6 و7 ولحد سبتمبر. في شهر يونيو هيسقط حوالي 2 مليار متر مكعب في الشهر. في الشهر في شهر يوليو هيسقط 7 مليار متر مكعب. نعم. في شهر أغسطس بيسقط 26 مليار متر مكعب. وبالتالي هو لو هيخزن بقى دلوقتي، لو خد أولا هو الفتحتين بيمرروا مياه الأمطار تقريبا في شهر مايو وجزء من يونيو. فالتخزين فيهم هيبقى ضعيف، إلا إذا زادت الأمطار، وفي الحالة دي ممكن كمية الأمطار تبقى أعلى من كمية المياه اللي بتمر من الفتحتين. في الحالة دي هيبقوا في ورطة شديدة، لأن البحيرة مستواها هيرتفع وهيغمر مرة تانية الجزء الأوسط. ولو ما لحقوش يخلصوا ويعلوا شوية في الأيام القادمة، يبقى المياه ممكن تغلبهم وتعدي من فوق هذا الجزء، وبالتالي تتوقف العمليات تماما، ويبقى التخزين هذا العام معرض للخطر. ماذا لو جاء الفيضان السنة دي زي السنة اللي فاتت فوق المتوسط؟ بالنسبة لنا إيه؟ هو احنا الحقيقه سياسات الوزاره خلال السنوات السابقه ان فيها ترشيد كبير للغايه، ويمكن حضرتك ذكرت منذ قليل يعني بعض المشروعات اللي تمت، ده من اجل توفير
جزء يخزن في بحيرة ناصر. فإذا الكمية المخزنة في بحيرة ناصر لو احنا نعلم ان مفيش سد النهضة وان مفيش تخزين السنة دي كان ممكن ببساطة ان احنا نتوسع في زراعة الأرز. ليه احنا ما توسعناش وحددنا مساحة الأرز السنة دي حوالي 1,000,000 فدان الرز والموز وهيبقى القصب يعني كذا حاجة يعني. ليه احنا حدد يعني رشدنا في هذه المساحات وهذه المحاصيل المهمة بالنسبة لنا بسبب ان عايزين نوفر جزء من المياه في بحيرة ناصر. فتوفير جزء في بحيرة ناصر هو اللي احنا هنستخدمه لما اثيوبيا تخزن جزء. اذا المياه اللي انا هاخدها من بحيرة ناصر هي ليست مياه ده مياه يعني مكلفة لان احنا كانت النتيجة ان احنا خسرنا بعدم الزراعة. ولكن علشان خاطر بنقول لو اثيوبيا حصل اتفاق فاحنا ممكن نتحمل من اجل اشقائنا اذا كان في اتفاق. لكن انا ليه اتحمل وانت واخد سياسة عدائية بهذا الشكل ومتعنت وبتخزن وبتقول ان انت مش هتتأثر. ازاي مش هتأثر؟ ما انا عملت حسابي السنة دي والسنة الماضية ان انا ما زرعتش المساحات اللي انا عايزها بسبب ان انا عايز اوفر مية طبعا. وكمان لما نشوف يعني اكتر من 100 وخدنا مليار. اجراءات وعملنا مشروعات كتير بمئات المليارات ولسه شغالين فيها 100 مليار جنيه عشان نعالج مياه الصرف الزراعي والصحي لنعيد استخدامها مرة تانية في الزراعة. صحيح. طب وانا ليه كنت اعمل كده ما كنت اخد المياه اللي هي هتحجزها ومياه نقية من مياه النيل وازرع بيها واسيب المياه الصرف دي قد تروح للبحر ويبقى نستخدم مياه نظيفة وبدون التكلفة. لكن ليه عملنا هذه الخطوات؟ من اجل ان يبقى فيه مخزون في السد العالي. والهدف الرئيسي من مخزون السد العالي هو ليس لتعويض سد النهضة. الهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على احتياط مائي يعني يكفي مصر في سنوات كفاية. وده اللي حصل في الثمانينات. فده اللي احنا عاملين حسابنا عليه او اللي احنا يعني احتياطاتنا اللي واخدنا احتياط الاستراتيجي من المياه اللي موجودة. ده الهدف الرئيسي من السد العالي. نعم. البلاد من الفيضانات وتخزين المياه الزائدة لاستخدامها في وقت الجفاف. في سنوات الجفاف ما حدش فينا يقدر يتنفس ولا يضمن ان السنوات القادمة ما تبقاش هتبقى شكلها ايه؟ ما حدش لا يبقى علميا لا نستطيع ان احنا نتنبأ حتى بالموسم الحالي. الموسم الصادق ممكن يكون عندنا بعض الشواهد بس ممكن الامور تتغير. ولذلك لا نحكم على كميات المياه في الموسم الا في نهايته كمان. يعني لو في منتصف الموسم برضه ما يبقاش بسيط ان انا اقول الموسم ده مرتفع او منخفض لان احيانا بيبدا مرتفع وينتهي منخفض. وهكذا. اذا السد العالي المخزون اللي فيه لا كل نقطه ميه مخزنه في السد العالي وراها مجهود مصري واموال مصريه صرفت على مشروعات بمئات المليارات خلال السنوات القليله على الاقل الاخيره. وبالتالي لما اثيوبيا تقول انت هتاخد من السد العالي ويبقى ما تضررتش طب ما المياه اللي في السد العالي دي مكلفه. انا وفرتها بتكاليف كبيره للغايه رغم الظروف اللي احنا فيها الاقتصاديه في مصر لكن ادينا اولويه لبعض المشروعات المائيه. بنعمل بنجدد القناطر وبنبطن الترع وبنعمل محطات لمعالجه المياه ومحطات لتحليه مياه البحر. كل ذلك علشان نوفر مياه النيل ويبقى عندنا مخزون واحتياطي ليس من اجل اثيوبيا تفعل ما تشاء في سد النهضه واحنا ناخد اللي يبقى عجز. لا احنا يا دكتور عباس وللناس كلها احنا عندنا لنا حقوق تاريخيه ما حدش هيقدر يقرب من هذه الحقوق التاريخيه. احنا بنتكلم على حقوقنا مش بنستجدي عطف اثيوبيا ولا يلا والنبي ادوني. لا ده انا بتكلم على حقوقي مش بقول لهم ادوني انا متضايق. لا خالص لنا حق يعني بنحافظ عليه وهنحافظ عليه. هذا صحيح. ما نطلبه الان هو الحق المصري. مزبوط. وليس لو احنا حقنا حصه مائيه محدوده وهي بالفعل محدوده ومصر بتقع الان في الفقر المائي يعني لان نصيب الفرد المفروض 1000 متر نصيبنا الان 550 متر. وهذا ليس عيبا ان مصر يكون الفرد فيه عنده 550. مفيش احنا راضيين بنصيبنا وقادرين ان احنا نستفيد بيه ونزرع ونكتف نفسنا بيه والجزء المتبقي بنستورده مفيش اي مشاكل من النوع ده. لكن اللي احنا لا نرضى ان دوله تعتدي على حقوقنا المائيه او السياسيه او القانونيه او تنتهك الاعراف الدوليه او الاتفاقيات المبرمه معاها بدعوى ان هذه الاتفاقيات ايام الاستعمار. هذا يعني لو حصل التخزين في سد النهضه الحقيقه ربما المواطن المصري لا يشعر بفرق لان احنا عملنا مجهود في بحيره ناصر لكن ده هيعطي هيمنه لاثيوبيا على النيل الازرق.
لان التخزين هذا العام ما حدش عارف حتى هتخزن كام السنه دي، وقدرتها على انشاء الممر الاوسط ما حد هم نفسهم لا يعلموا. طيب العام القادم، وشفنا دينا مفتي المتحدث الرسمي للخارجيه الاثيوبيه منذ حوالي ايام ذكر قال احنا ممكن نملى سد النهضه في سنتين. طبعا ما هو سنتين اذا ما فيش سقف لكميه المياه التي تخزن، ما فيش اتفاق، فبتهو ده دي الخطوره. فاذا احنا اذا خزن التخزين الثاني معنى كده ان ممكن التخزين الثالث في العام القادم جايز يكون 30 مليار على كلامه، وممكن يبقى اكثر او اقل. فاذا احنا لسنا متفرجين ولن نكون متفرجين يا دكتور عباس على الاطلاق، ولن نكون متفرجين ونحافظ على حقوقنا المائيه. بشكرك دكتور عباس شرق، بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اطلع فاصل، هناك ربما اجتماع مرتقب قريبا برئاسة الاتحاد الافريقي، طبعا الدول الثلاثة ودول ايضا في الاتحاد هيكونوا مشاركين في هذا الاجتماع الخاص بشأن الوصول لاتفاق ما بين مصر السودان اثيوبيا خلال ربما الايام القادمة، خلال ربما يكون في اجتماع قريب جدا خلال ايام ايضا لبحث هذه القضية، وان الانخراط مرة اخرى في المفاوضات والانخراط ايضا الوصول لاتفاق، لان هناك الان ضغوط كبيرة جدا وفي تدخلات كبيرة جدا من الولايات المتحدة وغيرها وفرنسا وغيرهم. كان رئيس ماكرون بيتكلم مع رئيسة اثيوبيا قبل يومين في فرنسا وعدد من المسؤولين، وبالتالي هناك ضغوط كبيرة جدا. مصر ورئيس الاتحاد الافريقي عمل جولة، رئيس الكونغو الديمقراطية، مصر والسودان واثيوبيا، وطبعا مع المبعوث الامريكي، وبالتالي هناك ربما تحرك خلال الايام القادمه لاعاده التفاوض مره اخرى. ولكن مصر بتتكلم بشكل واضح، احنا عايزين اتفاق خاص بعمليه الملء والتشغيل قبل بدء موسم الفيضان. مصر بالمناسبه ما غيرتش هذا الكلام، يعني مصر ما قالتش ان احنا املوا وبعدين نعمل اتفاق، لا، مصر لم تغير ولن تغير هذا. عايزين نتصل نشوف اتفاق قبل شهر 6 او شهر 7 القادم، بدء الفيضان القوي هيكون في شهر 7، شهر 7 شهر 8، عايزين نصل لهذا الاتفاق قبل ايه ما يكون في ملء او الملء الثاني. مصر قالت كده ومصره على ده وما غيرتش كلامها. مصر ما بتغيرش كلامها بالمناسبه، ومصر ما تقولش مسكنات للناس، يعني ما ينفعش حد يطلع يقول لك ده لا، مصر ما بتقولش كده وعمرها ما عملت كده. ولكن مصر بقول لحضراتكم كل خطوه محسوبه، خطوات هادئه متزنه عقلانيه، وكل حاجه ليها حل. لازم تبقى مطمئن. انا بقول لحضرتك، مش انا كمان رئيس الدوله قال لحضراتكم مره واتنين ومية مره، ولازم تبقوا متاكدين من ده اللي انا قلته في الاول، بكرره عشان بعد كده عندنا قضايا اخرى ننتقل ليها، فتكون مطمئن تماما. لا ملء تاني ولا ملء رابع ولا ملء سابع، مصر عايزه الحل وعايزه الاجراءات القانونيه ونصل لهذا الاتفاق. اثيوبيا عايزه تجري تتنصل، مش هتستطيع تتنصل ان هناك مجتمع دولي وهناك دوله تحافظ على حقها التاريخي في الميه اسمها الدولة المصرية. عايشين على هذه الحضارة، عملنا هذه الحضارة من آلاف السنين على نهر النيل. نهر النيل محدش هيقدر يوقفه ولا يمنعه ولا يخلي النهر ده في يوم من الأيام إنه مش موجود على الإطلاق. نتابع نشاط الرئيس، وحمد لله على السلامة طبعا، لأنه الرئيس أنهى زيارته 4 أيام في فرنسا، اجتماعات كثيرة، مؤتمرات خاصة وبالأشقاء في السودان، مؤتمر أيضا خاص بالدول الإفريقية والاقتصادات الإفريقية، ولقاءات مهمة مع الرئيس الفرنسي، وعندنا علاقة قوية جدا مع الرئيس ماكرون، علاقة قوية تربط الرئيسين، وزي ما بقول لحضرتك وحفاوة كبيرة واستقبال كبير، ويعني واضح حجم العلاقة والصداقة ما بين الرئيسين، نقدر نقولها بشكل واضح. واحنا فرنسا بالنسبة لنا دولة قوية ودولة صديقة معنا. بعد الاتفاق امبارح مجلس الأمن والرئيس امبارح تم الاتفاق مع الرئيس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس ماكرون والملك عبد الله، انه حتى الإليزي امبارح طلع بيان انه فرنسا تتقدم ب مشروع قرار أمام مجلس الأمن، هي عضو دائم في مجلس الأمن، ليتعلق بالأشقاء في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وقالوا بالضبط كده، تم الاتفاق مع يعني القادة والزعماء
عقب الاجتماع الثلاثي او القمه الثلاثيه امبارح. نتابع